النتيجة مثل ما بين مشاهدي ام تي في 4-0 انتصار كثير كبير لفريق الانصار بختام المرحلة السادسة من دوري الفا لكرة القدم. اكيد رح نرجع نستعرض الاهداف الاربعة اللي سجلت بهالمباراة. كوتش حسين حمدان بنقول لك هاي مساء الخير. يعني اليوم مثل ما شفنا عودة لفريق الانصار عم يرجع يحط النقاط على الحروف، عم بيأكد انه فايت ينافس يرجع عن جديد بقوة على لقب دوري الفا لهالموسم. صحيح جورج، يعني بتعرف قبل المباراة كان في ضغط كبير على الأنصار، الأنصار بعد ماتش العهد امبارح والنجمة وأخذ 3 نقاط صار مطالب اليوم إنه يربح. فات شوي شفنا بطء ببداية المباراة من الأنصار خاصة أول 35 دقيقة، كل ما كان عم يتأخر الهدف كل ما كانت الأنصار عم بيعاني بالصعوبات. شفنا فريق جريء جدا للإصلاح، خاصة يعني بتطلعة الطابة كان عم بيهاجم، كان مبادر. الهدف اللي تسجل بآخر دقايق من الشوط الأول بعدين قضى على أمل الإصلاح، لأنه يعني الفرق اللي بدها تجي تدافع كل الوقت، كل ما كان الهدف يعني بكير كل ما بيصعب الأمور على الفريق. نعم، على كل حال يعني مثل ما ذكرت شغلة كتير كتير مهمة كوتش، لو ما الأنصار أنهى الشوط الأول يمكن 1-0 ما كان فات بهالمعنويات الهائلة بالشوط الثاني. شفنا أداء رائع جدا لفريق الأنصار بالشوط الثاني، بانتظار نشوف الأهداف. صحيح، يعني ارتاح معنويا ونفسيا، ارتاح الأنصار. هون عم نشوف هدف الـ1-0 مع نهاية الشوط الأول، خالد تكجي كان عم يفتح التسجيل للفريق الأخضر. من بعدها ومع انطلاق الشوط الثاني كان في هون أكيد هدف لم يحتسب لفريق الإصلاح، سجلوا سيسي 2-0. من بعدها هدف كتير حلو هون كمان كنا عم نشوفه لعلاء البابا. صحيح. الحاج مالك كان عنده هدف أيضا بهالمباراة، وخالد تكجي سجل رجع ثنائية واكد تقدم او فوز الانصار 4-0 بهالمباراه. لاحظوا الدريبل الرائع بمنطقه الجزاء وبقدمه اليسرى، تكجي مثل ما قال زميل شرب الكريم يعني لعيب فوتسال من طراز الرفيع، وفرجينا مهاراته داخل البوكس. كثير مهم جورج اليوم كان يربح الانصار، لانه مباراته القادمه مع فريق الصفا قد ما كان الفارق النقاط كان بعيد كان بشكل فيه مشكله مع يعني خاصه ماتش الصفا. اليوم الانصار ربح صاروا مثل الصفا ب 11 نقطه، عنده مواجهة جمعة الجاي مع بعض. يعني اللي كنت عم بقوله أنا عن فريق الإصلاح، لما شفناه بلش ببداية المباراة عم يلعب بطريقة كتير منظمة كتير جريء، كان عم بأخر الهدف للأنصار. بعتقد شوط تاني كان كارثي بالنسبة لهم لأنه معنويا فقدوا كل شيء. نعم. خاصة الفريق شفناه انهار دفاعيا بالشوط التاني، شفنا سيطرة واضحة للأنصار، حتى ضربة الجزاء ما سجلها سيسي بنهاية. صحيح. المباراة. كوتش رجعين لك أكيد تتابع حديثنا عن مباراة الأنصار مع الإصلاح، ونرجع نستعرض النتائج اللي تسجلت اليوم المرحلة السادسة من دوري ألفا لكرة القدم. بريك وبنرجع إلى استوديو.